حول أمان أغلى نعمتين بتوفرن آي تي إن. عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة. آي تي إن بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج كلاسيك، إسانشل وجولد. تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية، مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية. مع آي تي إن صحتك بأمان. 03-546-444-70-546-444. صحتك بأمان مع آي تي إن. معنا سيد توني نسور مدير عام الآي تي إن لنحكي شوي عن يمكن ثقافة الضمان بلبنان. ثقافة التأمين الصحي، التأمين الصحي والضمان، صحيح. أهلا وسهلا فيك سيد توني نسور. يا هلا فيك. يعني تنقدر نضمن أنه يكون يعني الأيام اللي جاية ما تكون صعبة، لازم يكون في كم خطوة لازم نعملها. طبعا الإنسان يعملها. أول شيء من عزيك بالوالد الله يرحمه. ميرسي، الله يخليك. التأمين الصحي عم نحاول قد ما فينا نقدر نوصل رسالة جديدة، لأنه مش أنه هو تسويق التأمين الصحي، مش هو بيع البطاقة، مش هو لم المصاري، في اشياء اهم للانسان لازم يخدها بحياته. من هيك ابتدينا حتى الاسبوع الماضي كنا عم نحكي عن الوقاية البريفنتيف، بتعرفي. واليوم عم نحاول ننطلق كمان للهيلث بروموشن، كيف بنقدر ننمي الصحة الجيدة فينا نقول للناس. السبب هو يمكن بيوفر على الفاتورة الاستشفائية، بس بتعطيه حياة أكثر، صحة نوعية أحسن. أفضل طبعا. بتعرفي كاتيا اللي عم بيصير، المدرسة القديمة بدك تقولي المدرسة تبعنا، ما فينا نحكي عن الجيل الصاعد اليوم المتعلم، بتقولي له عن الوقاية أو بتقولي له روح فحص، اعمل فحوصاتك أو فحص القلب تبعك، بقول لك أنا ما بني شيء، صحتي منيحة كل أيامها، ما عندي سكري، ما عندي كوليسترول، وبيقف هون. السبب نحن دائما بنقول اول شيء فحص حالك وشوف النتيجه ورجع شوف بحالك وقول ما عندي هيك وما عندي هيك. ما في الانسان يقول، المشكله بلبنان انه بيعتبروا اذا كان عمل فحص وطلع بوزيتيف ما فيه مشكله، بيكون راح دعان، يعني بيكون انه ليش هو غلط اصلا. وبتعرفي القلب ما له دخل بالسكري والكوليسترول ات اول تايم، انه مش هو الامباكت الوحيد هودي السكري والكوليسترول، في اشياء كثيره. انه انا دائما بقول الفحوصات كثير مهمه، روحوا. بعطيك شوي، كان عندنا انسان شوي ديابيتس ناصح كثير، بس ناصح انه فوق ال 150 160 كيلو، والشركات ما بتاخده. منيح، شو بتعملي في هذا الانسان؟ بتتركيه كل ايام وهيك؟ حاولنا ناخده، بس عملنا له هون سميناها هيلث بروموشن، هو اور البلان للمستقبل. رح نحاول نعمل مركز لكل انسان عنده سكر او عنده ضغط او عنده شيء بيقدر يجي بيعمل رياضه، نحن بندربه بطريقه يخفف ما ياخذ لانسولين ولا ياخذ ادويه، بيوصل لمرحله بصير صحته كثير كويسه، وللفاتوره لنا احسن بكثير. بقى من الافضل ان شاء الله نقدر نخلص هالمركز ومنطور اكثر بالمناطق الثانيه. إذا شخص أخذتوه إنما جبرتوه بلايف ستايل معين؟ نحن عملنا له على حسابنا، حاولنا، وبخلال مدة سنة نزل 50 كيلو أو 60 كيلو، صار بال 100 كيلو. من قبل أول ما صار طبيعي يعني. من قبل كنت تشوفيه يجي مع شوفير ما يقدر يسوق، تيقوم، أنت ما تعرفي قديش تقل تيقوم، قديه بده جهد، القلب شو بيعمل إفور تيقدر يساعد هالإنسان. هلا صار هو يسوق، صار هو يقدر ينزل ويروح ويجي، صار مرتاح اكثر، تتعرف قديه بتفيد القصه. حتى لو كان ما عنده سكري، ما عنده كوليسترول، ما عنده شيء، صحته كثير كويسه، بس طبعا القلب ما بيتحمل هالقد ضغط ووزن وجهد. بقى حاولنا نفسر له اياها واقتنع ومشي بالبرنامج ولقيناها صحيه، ونحن استفدنا، هو استفاد، استفدنا نحن، صارت صحته منيحه، صار عمره بيطول. نحن ما عندنا فاتورة استشفائية، وأنا بلاقي هيدا من النمط التحديث الحياة الاستشفائية عند الإنسان. وحلو هالأبروش الإنساني، يعني مش كلاينت، مجرد كلاينت. إيه ما أخذني بس ككلاينت، مزبوط صحيح، وهذا اللي بدنا نحاول عملناها. نحن كانت تجربة تيستينج بس لقيناها كثير حلوة،
وعم تترك صدى عند الإنسان، بالعكس صار يحكي قدام أصحابه. أعطيتنا ردة فعل كتير حلوة، وقلنا هالمرة فإذا من هون أخذناها بشكل جدي، وبدنا ننمي مركز خاص، وإن شاء الله قريبا بنقدر ننطلق بهالمشروع. حلو، بدنا نحكي عن شروط الانتساب شوي. يعني بشركات التأمين في شروط كتير محددة، وقت شوي صعبة للانتساب، أيها أنت مع أيها ضدها؟ يعني في شروط الصحية، بس نعم. في شروط كمان الهيستوري تبول العائلة، وفي شروط أنه يكونوا كل العائلة مجموعين مثلا بمؤسسة واحدة ولا لا، يعني في كتير من الشروط. مزبوط صحيح. لكي تعطيكي، نحن منواجه دائما مشاكل، وهذه دائما من أولى. أول شيء بيجيك ناس كبار بالعمر بيجوا تأمنوهم، بنقول لهم يجي معهم حدا. هلا في بعض الاستثناءات انه صحيح ما بيكون عندهم حدا، بيكونوا اولادهم برا، هن لوحدهم هون كبار بالعمر، فالاولاد مأمنين برا او اولادهم مأمنين برا، ما بيكونوا برا او بيشتغلوا برا او هنيك. نحن عم هيدي الفكره عم نستوعبها، نحن عم نستقبل هؤلاء الناس. بس اذا واحد كبير بالعمر واهله وقرايبينه او كلهم موجودين هون، لا بنحب حدا ينضم معه. ليه؟ لانه الاقساط التامين بتعرف هي اداره اموال، اداره هالجعبه او المحفظه التامينيه واقساطها، معناتها لازم يكون في عندنا ناس بصحه كثير كويسه يضخوا مصاري تنقدر نساعد الكبار بالعمر. اليوم العائله مهمه تنضم كلها. عندنا حالات مثلا السنه الماضيه اجينا عائله بيا عامل قلب مفتوح، وقلنا لأهلا وسهلا فيه، بس بدنا إياكم، قلنا إحنا مأمنين محل الفلاني، بس تخلصوا تجوا معنا. بيجددوا ما بيجوا، إنه لأن لقيوا بيهم مشي معنا كويس. نحن هلأ صرنا بوضع إنه منحبهم يكونوا معنا، بس ما فيك أنت لأنه صحتك منيحة بتروحي مع هداك، وهديك ما أخذوا لك بيك، جيت لعندي قال له بشوفك معين بتشوفي باثنين، نحن أخذني لازم أنتوا تنضموا. هيدي هي الأشياء الصغيرة اللي عم منواجهها. واللبناني لازم يعرف إنه التعاضد، إنه يجوا كلهم والتضامن مفيد، مفيد للجميع، مفيد لإلنا، مفيد للمنتسب، ومفيد لهالناس كل المشتركين. مش لأنك أنت ما أخدوك بتجي معي، هنيك أنت بعدك ولد أو عمرك صغير بياخدوك صحتك كويس، ما أنت هديك المصلحجية ما كانت من عنا. نحن اللي منقول إن كان علينا أو على غيرنا يضموا الكل، مثل ما نحن عم نضم هديك يضموا. هيدا اللي منقوله، ما لازم يكون فيها التفرقة، بس بدنا نتفد نظرة. عمر الانتساب الاولي بياثر على نوعيه يعني المردود بالانشورنس؟ لكن في كثير شركات اللي فايت بعمره 20 سنه مثل اللي فايت عمره 60 سنه، في كثير شركات بيحطوا مثلا فوق ال 55 ما بياخذوا بقى طلب، في منهم بيقول لك 64 سنه وما فوق. نحن ما حطينا هيدي الشروط، لانه الانسان بس يتقدم لطلب التامين معناتها اول شيء مؤمن بهالشيء، بعدين نحن وجدنا تنستقبل كل الناس، مش نعمل سيجريجيشن انه نفرق بينهم، انت عمرك، انت بيك مين او اختك مين او كيف تنقدر ناخذ. نو، هذا خطا. التامين لازم يكون بنظره واحده وشامله للجميع، ما في انه هيدا ابن فلان او هيدا معه اكثر او هيدا ما معه مصاري، لا، لازم نحن ناخذ الجميع بنظره واحده ونسويهم بنظره واحده، يكون في مساواه، لان هيدي صحه الانسان، الانسان هو واحد والصحة وحدة وحياته واحد وقيمة الإنسان هي واحد، ما بيعلى إنه إن كان رئيس أو كان نائب أو كان فلاح، كل الناس واحد واحد. نحن لليوم ببلد ما فيه ضمان شيخوخة، فلأي أعمار ممكن الـ ITN أنه تستقبل؟ نحن أوبن، ما عملنا لا أي عمر إن كان يقدر يفوت، عمره 70 سنة أو يبلش في أكثر، حتى أخذنا فوق 80 و 83 ولوحدهم أخذناهم، قلنا لهم أهلا وسهلا، لأن ما تذنبوا هالإنسان إذا ما حدا أخده ومنتركه كل أيام، وبالعكس لازم نطلع فيه. بس نعم. من هون نحن منقول منحب المساعدة من الآخرين، من هون الحاجة أكبر، لأنه ينضموا هودي تنساعد هودي الكبار بالعمر، إنه نحن منحاول نعطيهم نظرة ومنحاول نقف حد منهم. بس حلو وقت ما الجميع بيقف حد هالكبير بالعمر، لان كلنا رح حلو نصار. ضروري، لانه عمليا واقتصاديا ما بتعود تزبط، كلنا رح نوصل لهيدا العمر، انت وانا واي انسان رح منصير، ان شاء الله نصير عمرنا 90 و100 سنه، بس رح نوصل ورح منكون بحاجه، وان شاء الله خير. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. مشاهدينا واقفه هلا ومش عم تحكي.
لعودتكن على الثقة والأمانة. هلأ بتقدم لكل النساء ما بين 18 و 55 سنة البرنامج الوحيد بلبنان اللي بيأمن التعويض المالي ضد مرض السرطان النسائي. اعتمدي بطاقة ويل وومن واحصلي على تعويضات من 25 ل 50 ألف دولار. ويل وومن، حماية مالية كاملة بمستوى عالي من الكفاءة لكل النساء ضد مرض السرطان النسائي، مع العناية الطبية الراقية أثناء الإقامة بمراكز العلاج. ويل وومن من ITN. عيش الصحة والأمان. 03-546-44-44-70 546-44-44-44